من هو أبو صالح؟ وأين يسكن؟ وكيف يعتاش؟ هل هو بالسماء أم في الأرض؟ هل هو في السراديب أم في الأبراج؟ في البر أم في البحر؟ الشيعة يقولون له الآن 1100 ويزيد من السنين وهو حي، هل سيظهر شاب يافع أم سيظهر شايب عايب؟ هل هو متزوج أم هو عزوبي؟ هل له أبناء أو له أبنات؟ كنيته أبو صالح، هل هو أبو صالح بياع الفلج في درب الزلق أم هو أبو صالح صاحب التاكسي ليوصل من فحيل إلى مدينة الكويت؟ ما هي وظيفته؟ ماذا استفاد منه المسلمون طوال هذه الفترة؟ أسئلة عديدة سيجيب عليها إن شاء الله علماء الشيعة بأصواتهم. نبدأ بإذن الله تعالى مع أحد علمائهم وهو الفالي. المرحوم شيخ محمد الكوفي حينما انقطع به الطريق وتسلط عليه العطش والشمس والحرارة وما يعرف الطريق وضائع، نسلت الدمعة من عيونه. هذا المؤمن الموالي، هذا المنتظر عزيز، احنا إلنا صاحب، لا تنسون يا شباب بالنائبات دائما عندنا صاحب، إلنا ولي هو المحامي. في اليوم إذا واحد مظلوم بالمحكمة يأخذ له محامي. يقول أن أحد علماء الشيعة ضاع وانقطعت به السبل، ولا ماء لا طعام لا شيء لا حياة، ويا ترى يا هل ترى من المنقذ الذي سوف ينقذ هذا الرجل المعمم؟ من المحامي مالي؟ انت المؤمن الفقير، من المحامي؟ الله، الله شلون يحاميك؟ الله حاط الأدلة على الصراط، آل بيت رسول الله عليه السلام يحامونه، تفسر. لحظة، هذا يقول من المحامي مالي؟ مو المحامي مال أبو صالح؟ طيب ليش ما عطى براءة من الكويت قبل ما ينطرد؟ ما هو هذا مطرود الفالي، طردوه من الكويت. يا الفالي ليش ما دافع عنك أبو صالح؟ مو هذا انطرد يا أخوان من الكويت، ما انفع أبو صالح للأسف، خذل أبو صالح، لا حول ولا قوة إلا شيخ محمد متوسل، بس أنت تدري أنا وين. الله أكبر الله أكبر. يقول له يقول له أنا ما أدري أنت وين، لكن أنت تدري أنا وين. انتوا شايفين يا اخوان، شايفين ميكي ماوس؟ من لحق على ميكي ماوس من الشيبان؟ تذكرون ميكي ماوس حينما يعني تحشر الفئران في جحر ولا شيء، ياتيهم يهجم عليهم قطو كبير عتوي يهجم عليهم، من المنقذ في وقتها في حينها؟ من الذي ينقذها هذه الفئران؟ ينقذها ميكي ماوس. ما الذي حصل بعد ذلك؟ انت تدري الان انا وين؟ اغثني يا ابا صالح المهدي، أدركني متوسل، ويا مهدي أنقذني. ودائما الفالي إذا رفع صوته أعرفه بارك الله فيكم أنه يريد أن يرمي صاروخ، ها يريد أن يكذب فيمشيها بالصوت العالي. كل مرة شاف من آخر الصحراء نقطة سودة تيجي سريعا لتقترب تقترب. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله يا أخوان، أنا خلاص بودعكم يا أخواني وأستبرص أرجوكم. يقول وجد يعني بعدما قطعت به السبل وانقطع به الماء ولا يوجد بشر على وجه الكون في ذلك المكان، دعا أبا صالح قال يا أبا صالح انقذني يا أبا صالح انقذني. فيقول وجد شيء أسود من بعيد يأتي، ركزوا بارك الله فيكم، يعني هذا اكشن، يعني الان يقول لك اذا انتجوا فيلم يقول لك هنا الاكشن. فد مره شاف من اخر الصحراء نقطه سوداء تيجي سريعا لتقترب تقترب. جاء وصل بصالح راكب فرس، راكب حصان، راكب خيل اصيل اكيد، لان هذا ابو صالح، ابو صالح ما في غيره. اجى رجل راكب على بعير، ترقد 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 ترقد. ووصل أبو صالح راكب بعير. يا أخوان العالم تطورت الآن، في برادو، في نيسان باترول سفاري، في فكسار، في هليكوبتر، في طيران. أبو صالح على بعير، والله رجل حجر يا أخوان، رجل قديم جدا، ها طالع تقول مغبر أبو صالح. سريع وصلح، ولكن هذا الرجل اللي يمشي على الأهوار، على المستنقع، على الميدة يمشي، هذا البعير ماله ما يدخل في المستنقعات. افا بعيره مو دبل يا شباب، افا بعيره مو دبل، افا شو البعير هذا؟ اخاف انه حمار بس اجل لكم الله. يقول بعير ما يدخل بالتغاريز، شو البعير هذا؟ اخاف زرافه ولا شيء، بعير خرطي هذا، بعير خرطي هذا، بعير كلاسيك. خل نسمع بارك الله فيكم. دفع مو دفع رباعي. اهوار على المستنقع على الميدة يمشي، هذا البعير ماله ما يدخل
في المستنقعات. ما سامعين عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء؟ الإمام الحجة عليه السلام يصلي، هذا السنة يذكره والشيعة يذكره، سوف يقتدي به عيسى بن مريم. سلم على الشيخ محمد. طبعا الشيخ محمد بعد ما يدري هذا الإمام المهدي، يشوف واحد جاي على المستنقع على الماء يمشي. الإمام عليه السلام اجى ويا قربه، أعطاه قال له شوية اشرب. يقول شربت لي جرعة واحدة ما رأيت في حياتي ألذ من هذه الجرعة، هو الطعام هو الشراب هو شبعني هو اللي رواني، الله أكبر. طبعا ماي أبو صالح، ماي أبو صالح ما في غيره، ألذ وأطعم ماي في الدنيا، الذي جاء وعطاه بجربة يقول ما ايش معطيه فيه وأنقذ، يقول هو الطعام هو كل شيء، فقط لأنه شرب رشفة من هذا الماء. متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى. باشر دعاء الندبة، توسلوا بالإمام المهدي. طبعا حتى يمشي الكذب، حتى يمشي الخرافة اللي قالها والقصة الخرافية، لازم يعطيها موال شوية حتى يرقق المشاعر. والشيعة اللي مو مصدق، اللي ما دخلت في مخه هذه القصة، تدخل الآن، دخل عليهم بمدخل من باب أهل البيت والبكاء وذكر مصائبهم، وهذه الطريقة نعرفها جيدا. جاءه الإمام المهدي قال له يشرب جرعة واحدة، شرب شيخ محمد راح الموت، آثار شبح الموت ابتعد عنه. عجيب. يقول إجا هذا الرجل، بعدين عرفت شان الإمام، يقول الإمام عليه السلام إجا يم أذن البعير، همس بإذنه. شنو قال؟ أنا ما أدم. لا تتعجب، غريب والله، ليش يكلم البعير؟ ما المفروض يكلم محمد، هذا يكلم الشيخ محمد، وش دخل البعير؟ طيب ماذا قال للبعير؟ خلونا نسمع يا أخواني. شو النملة؟ نملة تقدر تحكي؟ سليمان يتكلم مع نملة؟ الإمام عليه السلام قال شيء في أذن البعير. الشيخ محمد يقول أنا فقط سمعت كلمك حتى الباب، حتى الباب. يقول الإمام عليه السلام أخذ هاي زمام الناقة، أخذ هاي الحبل اللي على رقبته، أخذ هاي الشكل، إشارة البعير وقف على الماء، ما أدري على الأهور شنو كان، بعد ما غمس شغل الدبل الظهر. يقول البعير اتحرك، في المرة شفت الإمام غاب، قلت يا ويدي أنا لا كنت في خدمة الإمام الحج. يقول البعير مشى أقدام في الدور، شفت نفسي على مشارف الكوفة، على مشارف الكوفة الحيوان وقف. أنا وياي غراب جاي من الحج، ما أقدر أشيل غراضي أروح للبيت، ولكن سمعت كلمة الإمام قال في أذن البعير، قل إلى باب البيت. يقول أنا هم مرة ثانية جبت حلقي يم أذن البعير، قلت إلى باب البيت. يقول شفت الحيوان نهض، نهض مرة ثانية، جاء جاء وقف إلى باب البيت، وصلني طحمة. لا إله إلا الله يا أخوان، سمعت القصة يا أخوان، قصة بالفعل يعني قصة محزنة، قصة فيها اعتبار وموعظة، وما شاء الله يعني جدا حزينة. ها سمعتوا آخر شيء يا أخوان، آخر الفيلم يقول إلى باب البيت، إلى باب البيت، إلى باب الدار، فأخذ البعير ووصله، ولما وصل انسدح البعير ومات. قصة مؤلمة. ها شباب أرجوكم ما حد يستبصر، أرجوكم ما حد يتشيع، رجاء رجاء أرجوكم، بعدين ترى نسكر الرفع. الله أكبر الله أكبر، شو البعير هذا يا أخوان؟ ها والله بعير وفي، يعني قام بالمهمة وبعدين مات، انسدح ومات، نفذ يعني أوامر الإمام الحجة صاحب العصير والرمان، وبعد ذلك بعدما نفذ الوصية مات، انسدح ومات. الله أكبر، ماذا استفدنا من هذه القصة يا شباب؟ ها هاي التوسلات، احنا إلنا صاحب. الآن أكو بعض الناس هذول معتقدين بالتشكيك، وهذول مع الأسف في الآونة الأخيرة ظهروا في الشيعة. تشكيك، ديروا بالكم. يعني شنو تشكيك؟ يقول أنا ما أتصور، ما أقول لا، بس أنا ما شايف، أنا ما أعتقد. ها دير بالك أيها المشكك الموالي، انتبه، إياك والمشكك، يا ويلك يا سواد ليلك لو تشكك أيها الشيعي. تقول والله أنا يعني مو معقول، يعني أبو صالح ينادونا في صحراء في مكان، ويأتيك درب 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 درب، ويأتيك راكب لك بعير فور ويل، بعدين يدخل على الماء ويمشي ويكلمه بإذنه. يعني شيء يعني ما نمتصور، يعني شيء وشكك فيه. إيان وإياك تشكك أيها الشيعي. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ توسل به سلام الله عليه، توسل إلك راعي، إلك صاحب يا عزيزي، إلك محامي يا عزيزي، إلك صاحب يا عزيزي. هل يا ترى استطاع أن يدافع عن الفالي الذي طرد من الكويت بسبب طعنه في الذات الإلهية؟ هذا أبو صالح.